هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام التواصل يستمر كما ننوه على جميع الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى التوجه مباشرة إلى موقع الفحص لتأكد من عينات مطاياهم والتوقيع على نماذج الفحص. على الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى من كل شوط التوجه إلى موقع الفحص هناك لتأكد من عينات مطاياهم والتوقيع على نماذج الفحص. يتواصل الزميل عبد الله العمدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان ما زلنا معكم نتابع في هذه الانطلاقات وفي هذا اليوم ونتابع معكم هذه الانطلاقة التي تمت على الهواء مباشرة ضمن هذا مشاهدينا الكرفان الكبير جائزة زايدة الكبرى التي تنطلق في عاصمة الميادين. والشوط الذي أمامكم التاسع شوط البكار ينطلق في هذه اللحظات والانطلاقة كما المتابعة مشاهدينا ولمسات الهواري مع قناة ياس. مشاهدينا نتابع الصدارة ومقدمة الشوط والمركز الأول، هناك من تحتل الصدارة ومقدمة الشوط هنا في المركز الأول انفراد لمحمد بن علي بن سيف التي تنطلق في هذه اللحظات المزروعي في مقدمة هذا الشوط واضحة من خلال هذه الانطلاقة الجميلة. تليها في المركز الثاني مباشرة أرى هناك المركز الثاني وهناك عالية لعبد الله بن سعيد بن زيتون، وهنا أيضا شعار بن دنون الذي يتدخل العفاري في المركز الثاني مباشرة. أما المركز الثالث هناك الدخول في المركز الثالث من نصيب التي وصلت الهدى للسيد حمد بن مسلم بالزفنة الذي يتقدم في هذه اللحظات العامري من الناحية الأخرى ومن الجانب الدوني تدخل آخر وانضمام، ولكن شوفوا التي واصلة في هذه اللحظات وانطلقت كما نتابع دينا لسلطان بن محمد بن علي الجحافي وصلت بدورها وانطلقت المركز الخامس. سادس المراكز هناك غارة لناصر بن مبخوت بن سهيل بن حريك المنهالي اتحرك من المناطق الخلفية. المركز السادس السادة هناك دخول آخر مشاهدينا من نصيب هناك التي وصلت هيلمان لسالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري وصلت بدورها وبجوارها تماما. أيضا هناك وصول وغدوم من سرابة لسعيد بن حمد بن محمد الجابري. والمركز التاسع مشاهدينا التي وصلت الآن واحتلت المركز التاسع منصورة لراشد بن عيد بن علي بن رشيد الاكتبي. والمركز العاشر هنا التي وصلت بدورها اللي هي مرضية لهلال بن مبارك بن طماطم العفاري. وهذا النداء الأول للإخوة المتابعون نعود لصدارة الشوط إلى المقدمة وحيث التواجد من البداية مع انفراد من فردة بالمقدمة من البداية مملوك لمحمد بن علي بن سيف المزروعي. هي من تتقدم هي من تنطلق ولكن الشوط اتحرك الشوط. الله الله يا السلام وصلت الأخرى ووصول هيلمان لسالم بن عبد الله بن حمد بن لويع العامري. وصل شعار بن رشيد وصل يتجاوز من عمق الميدان انطلق بن رشيد بالمركز الأول والمركز الثاني. شوفوا اللي قادمه، شوفوا ايضا مشاهدينا بجوار ايضا شعار بن رشيد اللي هي كما ذكرناها منصوره لراشد بن عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي مرضيه هي. وهنا نعم وصلت الاخرى وكما نتابع الغدوم والتقدم الاخر من هجر واصله بقوه لحمد بن الصغير محمد بن الصغير بن وني الوهيبي التي وصلت بدورها وانطلقت للمركز الثاني. هناك دخول شوف اللي قادمه. الله على الكيل الأخير التي فتحت أبوابها البكار والتي وصلت الآن مرضية لسلمان بن لافي بن حبيب الشمري اللي من حي القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة. ووصول وقدوم هناك وصول من حدث وحدث مشاهدينا لبخيت من خويتم الله العامري بدأت تتقدم ومتعبة وصلت متعبة العرياني وصلت أيضا. شوف اللي انفردت شوف
الشوط، راح الشوط ما شاء الله وتبارك الرحمن على الركض وعلى الاندفاع إلى الأمام، وهذه أمامكم مشاهدينا تقدم أداء جميل وأداء ممتاز، هي متعبة لمحمد بن سلمان بن محمد العرياني، تغادرت بالشوط 400 متر بدأت تقدم أحلى أسطورة ما شاء الله، وحبات الرمال تحترم هذا المربع والنهاية العدلة، وهذا شعار العرياني الذي يعرف يحوم البودرة في الأوقات الحرجة يوم ترفرف الأعلام، هذا هو مشاهدينا العرياني في مقدمة الشوط مع الأداء الجميل، سلام لهذا الأداء ومتعبة لمحمد بن سلطان بن محمد العرياني بدون منافس، سلام للعين سلام والسلام للعرياني على هذه المشاركة الجميلة، المركز الثاني التي وصلت ما جبنا لها بالفعل طاري، وصلت مشاهدينا الشاهينية لسالم بن حمد بن علي المري والمركز الثالث، والتي وصلت المركز الثالث مشاهدينا هناك ايضا كانت لمبارك بن حمد متعب العامري نزوة، والمركز الرابع مركز الرابع كانت بجوارة ايضا مرضية لسلمان بن لاف بن حبيب الشمر، المركز الخامس مركز الخامس التي وصلت بدورها لسالم بن مصبح بن عبود الغفلي رسمية، والان ارجع الى التوقيت الزمني والمخرج الهواري واللمسات الجميلة، 6 دقائق 2:05 من الثانية، هو شعار العرياني التي بالفعل كانت ممتازة التي حطت الرحال متعبة لمحمد بن سلمة بن سلطان بن محمد العرياني المركز الثاني التي فاجأت في اللحظات الأخيرة، 6 دقائق 5:04 من الثانية هي كانت الأخرى التي بالفعل كانت متواجدة بقوة في النهايات الأخيرة، سالم بن حمد بن علي نهاب المري مع شاهينية المركز الثالث 6:04، وهي كذلك التي وصلت المركز الثالث كما تابعناها من قدومها نزوة لمبارك بن حمد بن متعب العامري، والناموس لكل الفائزين.